في الليل جا دق علينا، نوضو راكم تقديتو، دار جديد تقداو، نوضو راكم تقديتو. بديك الحالة اللي حلينا لقاونا العافية لسانة تاع هاد الباب، كل شي مشى، حمام، دجاج، دجاج هنا بيت في هاد الشجر الخضر، مشى عاد الباب وقف. ما تصورش حالتي هذيك الساعه، هذيك الساعه بدا راجل يجري في هذاك الليل يدق على عباد الله، نوضو حنا تقدينا، نوضو حنا تقدينا، واحد وحده ما غاديش يحرقنا. انا مشيت عند مو كيحلف لي يقول لي راه ما حارقش قلبي على اللي حارقك. انا علاش غنحرقك؟ شنو درتي لي؟ علاش غنحرقك؟ ما حارقكمش. دابا بغيت حقي، فيت ماشي لي حويج، داخلين عليا حتى للدار، حتى للداخل داخلين عليا، ما عرفتهمش، ماشي لي برامل كيجي تنشري الحوايج، ما عرفتش كيقيدوه بالنهار وفي الليل كيجيو يديوهم، كيشربوا تيعيو في هذيك الماحيه، ولا ما عرفت اش كياكلوا وكيديعوا مع ديك ثلاثه ديال الليل. انا ما تليش نقدر نخلي راجلي يخرج، ولا ما يبقاش يفرقني. وليت كنخاف، نحس على شي حاجه تقرقبت، كنتفزع كنتخلع. كيقول لك دابا للدعي كتقول لك خاصك الشهود، شو من غتجيبو مع ثلاثه ديال الليل وبنادم كله راقد وساد عليه، على من غتعيطي هذيك الساعه، وعلى من غتبري، وعلى من ما فهمتش، ما فهمتش اش بغاو عندنا هاد الناس. هما كيخليو والديهم مرتاحين ناعسين، وحنا كيشربو كيديعوا علينا في الليل. اشوف استاذ حرقونا، شو اش بغاو عندنا؟ بهجمات حرقوا لهم التبينه، كرايو ولا كتسقوا عليها الماء. اللهم انا هذا منكر، اللهم انا هذا منكر. شوف استاذ اش داروا لينا، بهايم تحرقوا، كل شيء تحرق، كل يبات حرقت فضل الله. شوف استاذ، البنوات كانوا ضايرين منا ندير السماط يعني النادر مدفي داك الشيء، جاو حرقوا لي التبينه ديالي باش غنتقوطوا. يلاه العشيشه ديال الحمام تاهي تحرقت لي، كل شيء مشى، ما بقاش لينا فروك في هاد البلاد، خاصنا توقفوا معانا ويحميونا. شوف استاذ، راه عصابه هادي راه ماشي واحد بوحدو، راه ما غيمكنش حنا واقفين عندي جيران، واش واقفين عندي جيراني وما كتشعل فيهم العافيه؟ راه ماشي ممكنش، العافيه تبربق هاك وتبربق هاك وتبربق هاك، والضبابه والليل والجريحه طايحه، وفين غتمشي يا استاذ؟ يلا فين غتمشي؟ حصريا على موقعنا. هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة، نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.